السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار. ربي إن شاء الله يجازيكم ويحفظكم خوتي، دائما في التأني. شوف معاه في حادث، مع ربي يهدينا إن شاء الله. هاك تشوف حافلة، شوف قدارة تمشي أو تيجا كاين أكسيدون. هاد الإنسان هذا وين طوموبيل؟ حادث أليم. هاك تشوف هم العباد يجبدوا فيه من تحت، والله العظيم. يعني والله نورمالمون حال الطوارئ، والله ما نكذبش عليكم. عاد الانسان فريشته ترحل، والله العظيم عدنا نخافوا كي نخرجوا من ديارنا يا خويا. هذا في العقبه، يعني سبحان الله العظيم يا خوتي، خافوا ربي في ارواحكم ماشي في الناس. انسان سبحان الله العظيم واش كيما هكذا. هاك شو هاو حادث منا وحافلات دوبلاني في تروازيام بوزيش، او دي جا عبد ملبس في الطوموبيل. يعني سبحان الله العظيم، علاه هكا؟ علاه الانسان يجيب يعني الاذى للروح وللناس ويلحق غلب؟ يعني سبحان الله، كل يوم الانسان والله العظيم عاد الانسان ما تقدرش تهدر خلاص. على الانسان يتمشى بعقله، وكي تجيك من عند رب العالمين على الاقل تجيك خفيفه. علاه؟ علاه يعني الانسان يعني سبحان الله العظيم. والله يا خاوتي والله العظيم عاد الانسان يخاف. هذا وين حافله ضربت في سيمي في الجباحيه، رجعت فرغت في البرج، رجعت هاو حادث واحد اخر هنا، مازال يفتح يا رزاق. راني طلعت ما كان والو في المنحدر تاع المنصوره، ثم عندنا هذا المشكل، هذه النقاط السوداء، منحدر تاع المنصوره، الجباحيه، ال 14 بوزكزا، الخميس مليانه كل يوم. شوف هذا طعام بان، شوف راه مقاري. هذه طريقه النجده اللي يروحوا للفرانات يدخل هنا، هاو يقاري في الباركينغ هنا. ما لا خلاق لا علاقه ما عندناش ثقافه مروريه خلاص. سبحان الله العظيم، الانسان ما يعرفش حاجه يسقسي. دوك هذا كنت تروح تهضر معاه تعارك معاه، يقول لك دخلك انت شكون؟ ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله يا ربي.